أهلا بيكم، معاكم دكتورة هبة زكريا أبو حشيش، مدرس الملابس والنسيج بقسم الاقتصاد المنزلي كلية البنات جامعة عين شمس، ودي محاضرة في مادة آلات تصنيع الملابس، والمحاضرة بعنوان Cutting the Fabric، وهنتكلم فيها عن مرحلة قص القماش. عملية قص القماش هي المقصود منها إن احنا بنقص أجزاء الملابس من القماش المفرود على ترابيزة القص، واللي سبق إن احنا جهزناه أو فردناه في مرحلة فرد القماش أو مرحلة السبريدنج. إيه هي الهدف أو إيه هو الهدف من عملية القص؟ هو فصل أجزاء القماش علشان تكون صورة طبق الأصل من الباترون اللي سبق ونفذناه. علشان نحقق بقى الهدف المطلوب من عملية القص أو من المرحلة دي، لازم بنحقق بعض المتطلبات الضرورية اللي بيها العملية دي بتتم بكفاءة عالية ودقة. المتطلبات دي هم الخمس نقط اللي انتوا شايفينهم قصادكم. أول نقطة عندنا Precision of Cut، وهي بتعني دقة القص. Clean Edges أو حروف القماش إنها تكون نظيفة بعد عملية القص. Support of the Lay، وهي دعم طبقات القماش أو تثبيتها أثناء عملية القص. Unscrotched أو Unfused Edges، إن حروف القماش بتكون مش محروقة أو منصهرة. Consistent Cutting، ودي بتعني التوازن أو الثبات أثناء عملية القص، وخصوصا في قص طبقات مختلفة وكبيرة من الأقمشة. دلوقتي هنبدأ نشرح كل نقطة بالتفصيل. أول نقطة عندنا هي Precision of Cut أو دقة عملية القص. العملية دي لو ما تمتش بشكل دقيق، يعني طبقا يعني لأجزاء الباترون اللي احنا أعدناه مسبقا، هيكون في مشكلة في تجميع الأجزاء المكونة للقطعة الملبسية بعد قصها، وطبعا ده هينتج عنه خطأ في المقاسات أو التلبيس اللي هو الفيتنج. في عملية القص اليدوي باستخدام المقص بتعتمد دقة عملية القص في المرحلة دي أو في الطريقة دي على جودة السلاح المستخدم في القص ومدى حدته، وطبعا بتعتمد اعتماد كبير على مهارة العامل. أما في حالة القص باستخدام المقصات اللي هي الإلكترونية واللي بيتحكم فيها الكمبيوتر، فدقة عملية القص بترجع للمعدات المستخدمة. Clean Edges أو الحروف النظيفة. لو ما كانتش الحروف بتاعة القماش المقصوصة نظيفة، يعني ايه نظيفة؟ يعني ما بتكونش بعد ما بنتم عملية القص ما بيكونش على الحروف دي اي تنسيل او اي قطع للقماش نتيجة لعدم حدة السلاح اللي احنا مستخدمينه، فده هيؤدي لتقطيع، يعني ان القطع هتتقص بطريقة غير متساوية، وده يعني ان السلاح مش مسنون كويس، وده هيسبب تلف في القماش. يبقى لازم المقص المستخدم ايا كان نوعه، سواء يدوي او بالكمبيوتر، لازم سلاحه يكون مسنون كويس وخالي من العيوب. Support of the lay أو دعم طبقات القماش أثناء عملية القص. لازم تكون طبقات القماش مدعمة بطريقة إنها تسمح للمقص باختراق جميع طبقات القماش بسهولة ودقة، وبرضو عشان تضمن إن جميع طبقات القماش اتقصت بطريقة متساوية. Unscrotched أو Unfused Edges، وده بيعني إن حروف القماش المقصوص المفروض إنها تكون مش محروقة أو منصهرة، والمشكلة دي بتكون نتيجة احتكاك سلاح المقص بطبقات القماش أثناء عملية القص، واللي بيتولد منها حرارة ممكن تؤدي إلى يعني إن القماش يتحرق، أو حتى إنه الأطراف تنصهر وتلزق في بعضها، وده طبعا في حالات الألياف الصناعية اللي بتكون مصنوعة من مادة البولي أمايد أو البولي إستر. بينتج عن المشكلة دي صعوبة في إنك تفصل طبقات القماش المقصوصة عن بعضها، ولو تم تفصل الطبقات دي بقوة بيؤدي ده إلى إن أطراف القماش بتتقطع والحروف بيحصل لها تعرج، وبنفقد ميزة مهمة جدا وأساسية في عملية القص، وهي البرسيشن أو دقة القص. وطبعا بيتكون كمان حروف للقماش المقصوص بتكون ناتجة عن عملية إن القماش ده أطرافه ساحت أو انصهرت، فبتتكون أطراف صلبة وما بتبقاش مريحة عند اللبس.
الحلول المقترحة للمشكلة دي هي using a blade with a wavy edge، يعني استخدم سلاح للمقص يكون السلاح ده wavy او مموج. التمويجة اللي بتبقى في السلاح دي بتقلل من الاحتكاك، فبالتالي بتقلل من الحرارة المتولدة نتيجة احتكاك سلاح المقص بطبقات القماش، وبالتالي مش هتظهر لي المشاكل اللي احنا قلنا عليها دي. تاني نقطة عندي هي using of anti-fusion paper during spreading، واللي احنا قلناه في مرحلة السبريدنج هو ان احنا بنستخدم الجلاس دي بيبر او الانتي-fusion paper بانها تتحط في طبقات متبادلة مع الاقمشة، وخصوصا لما اكون بعمل سبريدنج الاقمشة synthetic زي البوليستر فايبرز مثلا. فلو حصل وحصل فيوجن لأطراف القماش في عملية القص، بنقدر بمنتهى السهولة ان احنا نفصل الطبقات بتاعة القماش، لان هي بتسبب ان هي بتعزل الطبقات عن بعضها فما بيلزقوش في بعض. spraying the blade with air coolant، وده سبراي بيستخدموه علشان يقللوا من درجة حرارة سلاح المقص، فبالتالي بيقلل الحرارة المتولدة وما بتظهرش برضو المشاكل دي. slowing down the speed of the blade، هنعرف بعد كده في لما نيجي نستخدم المقصات، المقص اللي هو الستريت نايف والراوند نايف، ان هما بيبقى لهم سرعات متفاوته، فبان احنا بنقلل سرعه المقص ده بيقلل الاحتكاك وبالتالي بيقلل الحراره المتولده فما بيضرش القماش. reducing the height of the lay، طبعا احنا لو قللنا طبقات القماش برضو بيساعد على تقليل الاحتكاك، وبالتالي ما بتظهرش عندنا مشكلة انه يحصل لنا فيوجن او سكروتشنج لأطراف القماش بعد عملية القص. اخر نقطة عندنا وهي الكونسيستنت كاتينج، او المقصود بيها ثبات طبقات القماش اثناء عملية القص. طبعا هي عدد طبقات القماش بتختلف بالنسبة للقماش اللي مطلوب قصه على حسب بقى نوع المقص المستخدم، وأحيانا لما بيكون القص فيه مشاكل فبنلجأ لتقليل عدد طبقات القماش عشان نحافظ على جودة القص. دلوقتي هنتكلم على الميثودز اوف كاتينج. عندنا الهاند شيرز او المقص اليدوي، ستريت نايف، راوند والروتري نايف، وباند نايف. الهاند شيرز او المقص اليدوي، عادة المقصات اليدوية بتستخدم في قص طبقات فردية او طبقة او طبقات مزدوجة من القماش، عن طريق ان النصل السفلي للمقص بيمر تحت طبقات القماش وبيتم عملية القص. الدقة بقى في عملية القص دي بترجع لمهارة العامل وبتتحقق بالممارسة. الميزة في الطريقة دي في القص هو انها مرنة بما فيه الكفاية عشان تقص اشكال مختلفة من الباترونات وخطوط مختلفة، يعني يقدر العامل المسؤول عن القص بمنتهى الدقة ان هو يقص الحردات، الأركان، أي تفاصيل صغيرة موجودة في الباترون يقدر يقصها بكفاءة عالية. بس العيب الواضح اللي فيها هو إنها بتستهلك وقت كبير للقص. ده بيترتب عليه إيه؟ بيترتب عليه إنه ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة اللي بتقوم بالقص. لكن برضو ممكن تكون الطريقة دي ملائمة، وهي بالفعل ملائمة جدا في حالة قص الملابس اللي بيتم صنعها حسب الطلب. تاني نوع عندنا في المقصات وهو الستريت نايف، والستريت نايف ده مشهور وموجود في اغلب المصانع لانه هو في منه مقاسات كتير وبيقدر يقص طبقات متفاوتة من الاقمشة. بيتكون من اربع اجزاء اساسية. اول جزء عندنا هو البيز بليد او القاعدة بتاعة المقص، والقاعدة دي مزودة بعجل او رولرز، هي بتتحكم او بتسهل في حركة المقص اثناء عملية القص. تاني حاجة عندنا وهي السلاح بتاع القص او الفيرتيكال بليد، هو موجود في فوق البيز بليد وهو المسؤول عن عملية قص القماش. بعد كده عندنا الالكتريك موتور او الماتور، والماتور هو موجود في اعلى المقص، وهنلاقي في
أسفله على طول هنلاقي فيه الهاندل اللي بيها أقدر أتحكم في حركة وفي توجيه المقص أثناء عملية القص. الصورة دي بتوضح الأربع أجزاء الأساسيين اللي هم أجزاء المقص الأساسية والأجزاء التانية. هنشرح دلوقتي جزء جزء. أول حاجة عندنا وهي الإلكتريك موتور، زي ما احنا قلنا ده الموتور اللي بيكون موجود في أعلى المقص. تاني حاجة عندنا هي الشاربنينج ديفايس. الشاربنينج ديفايس وهو الجهاز أو الجزء المنوط به سن الحرف، سن أو سن البليد بتاع المقص، علشان يضمن إن حرفه يفضل حامي فما يحصلش أي مشاكل أثناء قص القماش. بعد كده هتلاقوا عندكم السيفتي جارد. السيفتي جارد وهو ذراع الحماية، هو الذراع اللي هو الجزء ده، وده بيكون موجود قدام البليت بتاع المقص مباشرة، وده بيحمي ايد العامل اثناء عملية القص علشان ايديه ما تجيش قدام السلاح ويحصل لا قدر الله اي حوادث. فيرتيكال كاتنج بليد، وده البليد اللي احنا قلنا عليه، واحنا اتكلمنا ان احنا قلنا انه بيعمل الحركة بتاعته حركة ترددية، بيتحرك من فوق لتحت علشان بحركته دي يؤدي الى قص القماش. بعد كده عندنا فوق عندنا الكارينج هاندل. الهاندل دي الايد اللي فوق دي، وهي بتساعد في ان احنا نمسك المقص وننقله من مكان لاخر، عشان المقص ده بيبقى وزنه تقيل جدا، فبيساعد مع الهاندل التانية اللي هي اللي تحت الماتور، اللي هي الوسيله اللي هي يعني وظيفتها الاساسيه ان هي تساعد العامل القائم بعمليه القص على توجيه السلاح وعلى تحريكه بسهوله على ترابيزه الفرد. بعد كده عندنا الباور سويتش. الباور سويتش ده هو الجزء او ده السويتش او الزرار الخاص بالاون والاوف، يعني يفتح المقص تشغيل في وضع التشغيل او في وضع الاوف اللي هو وضع عدم التشغيل. عندي فوق كمان عندي الباور بلاج. الباور بلاج ودي الجزء اللي بتوصل فيه الفيشه، بيتوصل هنا الفيشه اللي هي واصله في الاخر للكهرباء. وطبعا زي ما احنا عارفين وقلنا في السلايد اللي فاتت ان دي البيز بليت، وهي قاعدة المقص اللي بيرتكز عليها المقص، وفيها زي ما احنا قلنا اربع عجلات علشان تساعد على حركة المقص بسهولة على ترابيزة الفرد. في نوعين من القوة المتحكمة أو المطلوبة لتشغيل النوع ده من المقصات. النوع الأولاني هو قوة المحرك، وده اللي بيخلي سلاح المقص بيتحرك حركة ترددية من فوق لتحت علشان تتسبب أو علشان تسهل في عملية قص القماش. أما النوع الثاني وهو الأوبريتور باور، وهي معناها هو قوة المشغل أو العامل المتحكم في حركة المقص وتوجيهه خلال طبقات القماش. قوة المحرك بتتحدد بارتفاع عدد طبقات ونوع القماش اللي احنا عايزين نقصه والكيرفات وخطوط الباترون الأساسية اللي احنا برضو هنقصه على القماش ده، وكمان بتتحدد بسرعة حركة سلاح المقص واللي بتسمى الستروك. حركة الستروك دي أو الستروك دي المقصود بيها هي المشوار اللي بيتحركه سلاح المقص في اتجاه رأسي لفوق وتحت علشان يتسبب في قص القماش. ولازم طبعا نقول ان كل ما زادت قوة المحرك كل ما المقص كان وزنه اتقل. بتتراوح بقى الاطوال بتاعت سلاح المقص من 10 ل 33 سنتي. بالنسبة للحركة الترددية لسلاح المقص او المشوار بقى اللي بيتحركه السلاح لفوق وتحت، اللي هو اللي احنا اطلقنا عليه اسم الستروك او اللي بيطلق عليه اسم ستروك، ده بيكون عادة من 2.5 ل 4.5 سنتي. يعني المقص او سلاح المقص بيتحرك المشوار بتاعه من تحت لفوق ومن فوق لتحت، المشوار ده بيتراوح طوله من 2.5 ل 4.5 سنتي. كل ما كانت حركة سلاح القص يعني كل ما زادت حركة سلاح القص كل ما زادت سرعة المقص. وبيبقى العامل المسؤول عن القص وتوجيه المقص أسرع وأكثر يعني قدرة على التحكم في المقص وسهولة تحريكه على الترابيزة.
وزي ما قلنا قبل كده ان سلاح القص او البليد موجود منه السلاح المموج، ده طبعا عشان يقلل من توليد الحرارة وامكانية ان حروف القماش يحصل لها انصهار اثناء عملية القص، وخصوصا بالنسبة للاقمشة المصنوعة من الالياف الصناعية. وكمان بتتوفر مقصات من النوع ده بيكون سرعتها متغيرة، وده بيسمح باستخدام نفس ماكينة القص للألياف طبعا الطبيعية والصناعية، وقطع الخطوط المستقيمة والمنحنيات الموجودة أو الكيرفات الموجودة في الباترون بكفاءة عالية. آخر حاجة نقدر نقولها على الستريت نايف هو إن المقص الستريت نايف أو المقص المستقيم هو وسيلة يعني منتشرة وشائعة لقص طبقات القماش في غرف القص في المصانع، لأنها متعددة الاستخدامات وممكن بسهولة نشيلها حملها يعني ونقلها، وإنها رخيصة نسبيا بالنسبة لأنواع تانية من المقصات. وكمان هي أكتر دقة في قص المنحنيات أو الكيرفات والتفاصيل الضيقة الموجودة في الباترون، وسهلة طبعا في الصيانة. تالت نوع عندنا في المقصات هو الراوند نايف، أو ساعات بيطلق عليه الروتري نايف، وبيطلق عليه الاسم ده لأن سلاح القص بتاعه دائري. إيه هي الـ elements of round knife؟ هي نفسها الـ elements بتاعت الـ straight knife، بس الشكل بيختلف بتاع السلاح. أول حاجة عندنا الـ base plate، طبعا احنا قلنا اللي هو القاعدة بتاعت المقص واللي بتكون مزودة بعجل عشان تسهل الحركة. تاني حاجة عندنا الإلكتريك موتور اللي هو بيبقى برضو في أعلى المقص، وتحتيه هتلاقوا الهاندل اللي هي بنستخدمها في توجيه المقص وعلى ترابيزة القص وحركته، والسيركولار بليد اللي هو المسؤول عن القص وهو سلاح مدور بيكون موجود فوق البيز بليت وتحت الموتور. باقي اجزاء المقص زي ما احنا شايفين عندنا اول حاجه الكارينج هاندل اللي هو الهاندل اللي بتبقى فوق اللي بتساعد العامل في توجيه المقص مع الهاندل الموجوده تحت الاساسيه بتاعت اللي هي اللي تحت الماتور. عندنا بعد كده الباور بلاج، الباور بلاج وهو المكان اللي بيتحط فيه الفيشه وتوصيل الكهرباء للمقص. بعد كده عندنا هنا الباور سويتش اللي هو السويتش اللي فيه الاون والاوف، زي ما انتم شايفين هو بيبقى في المكان هنا تحت او خلف الموتور. بعد كده طبعا البيز بليت جزء من الاجزاء الاساسيه اللي هي قاعده المقص. عندنا بعد كده الموتور، بعد كده عندنا السيفتي جورد. السيفتي جورد وهو زي ما احنا قلنا السلاح بتاع المقص بتبقى موجودة قدام سلاح المقص، ودي بتحمي العامل ان ايديه تنزلق قدام السلاح او يحصل اي حوادث، فالسلاح ده بيكون قدامه السيفتي جورد علشان يمنع ايد العامل من انها توصل للسلاح فيحصل لا قدر الله اي حادثة. عندنا بعد كده الشاربنينج ديفايس اللي هو الجزء المسؤول عن سن سلاح المقص، واخر حاجه الكاتنج بليد. الكاتنج بليد اللي هو السلاح الدائري بتاع المقص. قطر سلاح المقص الدائري اللي قدامنا ده بيتراوح ما بين 6 لـ20 سنتي. في مقصات دائرية قطرها أصغر بيطلق عليها الإلكتريك شيرز، ودي بتستخدم لقص أجزاء وقطع بسيطة من القماش وطبعا طبقات مش عالية. الراوند نايفز غير مناسبة لقص الخطوط المنحنية أو الكيرفات، لأن سلاح المقص الدائري مش بيقدر يقص جميع طبقات القماش في نفس الوقت بنفس المقاس أو على نفس الخط، وده طبعا مش بيحقق هدف مهم من أهداف القص وهو الدقة، لأن طبعا بيحصل اختلاف في المقاسات والخطوط المقصوص عليها، فطبعا بتطلع القطع مش مظبوطة. لكن ممكن نستخدم المقص الدائري لقص الخطوط المستقيمة، وبيتقص طبعا بيها طبقات قليلة نسبيا من القماش، طبعا ده بالنسبة للطبقات العالية اللي ممكن أقصها باستخدام الاستريت.
آخر نوع من المقصات هندرسه هو الباند نايف، والنوع ده من المقصات بيختلف عن الراوند نايفز والستريت نايفز في إنه متثبت على ترابيزة للقص. السلاح بيبقى في وسط الترابيزة وبيمر خلال فتحة موجودة في وسط الترابيزة عشان يسهل له عملية الحركة. الوضع ده طبعا وضع ثابت، وهنا بقى الأجزاء اللي مطلوب قصها هي بقى اللي بتتحرك أو هي اللي بيحركها العامل حوالين السلاح بتاع المقص علشان يقصها على الخطوط الإيه. مكان العمل على ترابيزة الباند نايف لازم يكون معدل العامل القائم بعملية القص ده، طبعا علشان يقدر يحرك طبقات القماش بسهولة على الترابيزة حوالين السلاح وفي اتجاه السلاح على خطوط الباترون اللي احنا عايزين نقص عليها. بيستخدم النوع ده من المقصات لما بنكون محتاجين لمستوى أعلى من الدقة يعني في القص، وطبقات أعلى من القماش أكتر من اللي ممكن نحصل عليها او من اللي ممكن يعني نقصها باستخدام الستريت نايف. وزي ما انتم شايفين ان الترابيزة الخاصة بالباند نايف مش بنفس مساحة ترابيزة الفرد العادية، وعشان كده فلما بنيجي نخطط لعملية قص القماش باستخدام الباند نايف بنبقى عاملين حسابنا انه اجزاء الفرشة هيتم تقسيمها الاول باستخدام الستريت نايف قطع يعني، وبعد كده بننقل الاجزاء لترابيزة الباند نايف علشان يتم قصها على خطوط الباترون بدقة. في حالة قص بقى الأجزاء الصغيرة زي الكولات أو الأساور أو الجيوب ممكن نثبت قالب أو اسطمبة معدن أو قماش على الطبقات اللي عاوزين نقصها من فوق، وده بيساعد العامل إنه يتحكم في كفاءة القص وإنه كمان القطع الصغيرة دي تتقص بدقة عالية. آخر حاجة هنقولها هنا على الباند نايف هو إن احنا بنستخدمه أكتر في حالة قص الملابس الرجالي أكتر من الحريمي، وبرضه في قص الملابس اللي بيبقى فيها تفاصيل كتير زي الجواكت مثلا واللي بيبقى فيها تفاصيل وأجزاء صغيرة بتحتاج إنها تتقص بدقة عالية.